قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هنا قرن الإيمان ودلالات الإيمان اللي موجودة عند الإنسان بالقول، القول الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني افعل أي عمل يمنعك من دخول النار ويجعل بينك وبين النار حاجزا ولو بمقدار نصف تمراية، فإن لم تجدوا فبالكلمة الطيبة. يعني الكلمة الطيبة دليل على الإيمان. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أو ليصمت. مش قادر تقول كلام طيب ما تتكلمش. لأن سيدنا معاذ بن جبل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل السؤال، يعني هو الكلام ده مهم للدرجة دي؟ فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ يعني كل كلمة هنقولها هنتحاسب عليها؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا معاذ بن جبل، وده في معناه شدة وغلظة في القول مع سيدنا معاذ علشان ينبهه على خطورة الأمر. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ده الكلمة بتدخل الجنة بتدخل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة، في غرفة كده أو بيت في الجنة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني الإنسان لما يبقى قاعد جوه يبقى شايف كل اللي بره، ولو طلع بره يبقى شايف كل اللي جوه، ملكها بس مش كل حد. دي متعة من متع الجنة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام. يعني الدرجة الأولى اللي بتخليه يحصل على هذه الهدية في الجنة إن هو يبقى كلامه كلام طيب. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: من ضمن الحاجات اللي بتحببه في الدنيا وأناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. يعني واحد كده قاعد يفكر في الكلمة اللي هيقولها وينقيها بأفضل طريقة، لأن هو لما بيروح يشتري فاكهة جميلة بعينيه بتجيب أفضل ثمرة علشان يكون لها شكل معين ولها طعم معين وليها ريحة معينة يستمتع بها. فكذلك الإنسان لابد أن ينتقي الكلام لأنه هيكون سبب دخول الجنة أو سبب دخول النار. سيدنا أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: إن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله، ربنا راضي عنه فألهمه هذه الكلمة فيرفعه الله بها درجات. كلمة واحدة يقولها فيرفع بها درجات. وإن العبد ليقول الكلمة من سخط الله، ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه فتركه لنفسه، فيقول كلمة واحدة فيهوي بها في النار 70 خريفة. 70 سنة وسنوات النار إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني سنوات النار والعياذ بالله طويلة جدا. فده يستحق هذا العذاب الكثير بكلمة واحدة. في الكلمة خطيرة جدا. طب هو تأثير القول على الفعل، يعني احنا في الكلام الدارج نقول انا ماليش في الكلام انا عايز افعال. هل دي اصلا مقولة مغلوطة؟ يعني ان احنا كنا مستهينين بقيمة الكلام. فخلينا علشان قبل ما ندخل بقى في التأثير ده بشكل عملي، فكرة اصلا يعني في اوامر ربنا وربطها بآليات تنفيذنا احنا كبشر. فالتأثير القول على فعل البشر ايه هو؟ هو عموما يعني نقدر نقول ان الافعال مرتبطة بالكلام والكلام مؤثر في الافعال، لان غالب الكلام بيكون عن اعتقاد شخصي. احنا هنخرج بره دايرة الرياء او الغيبة والنميمة والنفاق، لان في بعض الناس بيقول كلام طيب وفعله ليس طيب. فاحنا بنتكلم على الحالة الطبيعية. فالانسان مأمور ان يفعل الافعال الطيبة وإن الدنيا لا تقوم بلا فعل، بس في نفس الوقت في إنسان بتبقى أفعاله طيبة وكلامه سيء. نجد إن إحنا طبيعتنا البشرية بترفض ذلك. يعني زي مثل بيقول كده: يا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسل منك. ليه؟ لأنه يفعل فعل طيب ويؤذي الناس بالكلام. طيب الست اللي كانت في المدينة المنورة وبعدين بتعمل أفعال كتير طيبة بس لسانها سيء، بتأذي الناس بكلامها. هي بتتصدق
وبتطعم الفقراء وبتصوم وبعدين بتصلي، يعني بتفعل أفعال طيبة كثيرة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا خير فيها، إنها من أهل النار. حتى لو أفعالها كويسة، حتى لو أفعالها كويسة. ليه؟ لأن الاتنين لابد إن هم يلتقوا مع بعض. في بعض الناس فعلا يقول ولا يفعل، بس ده أخف على القلب من الإنسان اللي بيفعل ثم يتبع هذا الفعل بالكلام السيء.